كيف تكون دعوة غير المسلمين؟ كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يهود نصارى أهل الكتاب، لديهم كتب لديهم حجج. قال ناظرهم؟ لا. قال بين ما هم عليه من أخطاء وضلالات؟ لا. إيش قال؟ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية يوحد الله. إذن أسرع طريقة لدعوة غير المسلمين توحيد بس. أما تقول له، شوف أنا الآن هذا أقول له، أقول عندكم كذا في المغرب، يقول وأنتم عندكم السعودية كذا، وما ننتهي صح. وجربوا هذه الطريقة عندنا، مركزين للدعوة. المركز الأول 50 ممرضة فلبينية، مركز الثاني 50 ممرضة. الداعية هنا توحيد فقط، الداعية هنا مناقشة. بعد شهر الحصيلة 50 أسلم 40 عند التوحيد، هنا عند المناظرة سلمت واحدة. هذا الداعية اللي هنا يقول هذه أتعبتني ليل نهار وتعطيني شبهة وأرد عليه، شبهة وأرد عليه. فهمت؟ إذن أسهل طريقة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف هنا عندكم بعض المراكز موجود في أوروبا، يأتي الرجل يدخل في السلم، قال لا انتظر فكر، هل أنت يعني تريد الإسلام أو لا؟ ليش؟ كان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يا أشهد مباشرة، ما يقول له انتظر فكر. وما يعني بعض الناس يقول اسمع ترى الإسلام في ختان، والإسلام ترى إشكال، ممكن الآن زوجتك خلاص تذهب عنك. لا، خطأ، هذا خطأ في الدعوة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنت لا تخاطب شيء إلا بالشهادتين، تقول لا ختان ولا شيء. حتى مرأة جاءت وقالت ما أريد حجاب، نقول من قال لك تتحجبي أصلا؟ نريد تدخل الإسلام. إذا دخلت الإسلام شرح الله صدرها. ومسلمة سافرة أو كافرة محجبة أفضل؟ الأولى. فهمت؟ جاء نصراني إلى الضحاك بن مزاحم، الضحاك بن مزاحم إمام، قال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر، يعني ما الذي يمنعه من دخول الإسلام؟ حب للخمر. قال له الضحاك أسلم وإن شئت شربت الخمر. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الرسول. قال أنت الآن مسلم، ترجع للدين يقتلك السلطان، تشرب الخمر يجلدك السلطان، خلاص لا محر. مفهوم؟ إذا لابد في الدعوة من شروط 5. الأول إخلاص أدعو إلى الله، الثاني العلم الشرعي ومعرفة حال المدعو والحكمة السنة والصبر. هذه 5 شروط في الدعوة إلى الله، والله أعلم.